هو في الحقيقة عندما نتكلم عن إيطاليا يختلف عن أن نتكلم عن الإمارات ومصر وقطر وتركيا والدول الأخرى. كما استفت الذكر، إيطاليا شريك اقتصادي مهم لليبيا، تربطنا علاقات اقتصادية وثيقة. هذا نتكلم عن شريك أول. نحن مصلحتنا أن نكون من ضمن مشاركة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا هي الممر الرئيسي لهذه المشاركة ولتحقيق الاندماج والتعايش حتى نتقوى اقتصاديا وأمنيا وعسكريا. أما الدول الأخرى فلن نستفيد منها شيء بحكم أن هذه الدول دول نامية وتدخل في الشأن الليبي من أجل إفساد الحياة السياسية. عندما يصدر السيد محمد سيالة كشخص سياسي مخضرم لهذا البيان، أنا نندهش بحكم أن السيد محمد له دراية بالملف العلاقات الليبية الإيطالية، وهو مدرك جيد ما هو بنود الاتفاق، ما يسمى بمعاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا. إيطاليا شريك اقتصادي مهم، لكن للأسف إيطاليا لم تقدم لنا شيء. حتى في حرب في داعش في سرت لم نشاهد الدعم الحقيقي من إيطاليا. إيطاليا قصرت في الملف الليبي، لم نشاهد دعم حقيقي لمؤسسات الدولة في الهجرة غير الشرعية. أين مراقبة الحدود؟ لإيطاليا ملزمة بالدعم الفني وتقديم التكنولوجيا والتقنية لدعم مؤسسات الدولة لمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا. للأسف إيطاليا لم نشاهد قدمت أي شيء لليبيا، وكان من الأجدر إيطاليا أن تدعم في ليبيا وتدعم ملف الوفاق في ليبيا، وأن تضغط على الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والدول الكبرى لدعم الوفاق الحقيقي في ليبيا، وإبعاد المعرقلين من المشهد السياسي الذين عرقلوا مسار التوافق السياسي. طيب، من انتهك السيادة في ليبيا هو من عرقل التوافق السياسي الذي تم إبرامه في الصخرات. طيب.